يسأل يا شيخ عن حكم جلسة الاستراحة، ومتى نقول الله أكبر، عند الرفع من السجود أم عند القيام من جلسة الاستراحة؟ الصحيح أن جلسة الاستراحة إنما تباح للعاجز الذي الثقيل في القيام كالكبير والمريض، فإنه يحتاج إلى جلسة الاستراحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا لما أثقله اللحم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فهو فعلها لأجل الراحة ولم يفعلها من أجل التشريع كما يقول جمهور العلماء. والتكبير إذا قام إلى الركعة يعني يرفع من السجود ولا يكبر، يجلس لها، فإذا قام منها يكبر. نعم.